الكلام الذي يقال عن ابونا زكريا بطرس، ماذا قال؟ بلاغ يتهم زكريا بطرس بازدراء الاديان. تقدم المستشار محمد السحيمي ببلاغ النائب العام للمستشار لماذا او حماده الصاوي ضد القسيس زكريا بطرس لاتهامه بازدراء الاديان والاساءه لرسول الاسلام. وذكر المستشار السحيمي ببلاغه ضد زكريا بطرس اننا فوجئنا يوم 13 نوفمبر سنه 2021 باذاعه الكاهن زكريا بطرس فيديو يسيء للنبي عليه افضل الصلاه والسلام، الصلاه والسلام على اليوتيوب، حيث حاول خلال الفتره السابقه بعض الناس او الاشخاص ادخال الدين كستار للرغبه في الشهره، معتدين على اشرف الخلق ومن ضمن هؤلاء المشك في حقه على اقتراف افعال تخالف احكام الشريعه الاسلاميه. اين القانون المصري واين القانون الدولي؟ البلاغ تضمن ايضا تلك الافعال تمثل بالحديث على اشرف الخلق وسيدهم، وان اول من يكون، وكان ذلك على الملأ وعلى مرأى ومسمع للقاضي وكل شيء والصغير بجمهورية مصر العربية وخارجها، وهو ما يسيء إلى سمعة جمهورية مصر العربية بخلفيتها الإسلامية والعربية وتراثها العريق، ويحط من قدرها بين دول العالم الإسلامي والعربي. وأكد السحيمي في بلاغه ضد زكريا بطرس أنه لما كانت تلك الأفعال التي اقتربها المشك في حقه تخالف النصوص القانونية الآتي بيانها. نصت المادة الثانية من وثيقة التعديلات الدستورية الصادرة في يناير 2014 على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لما كان ذلك وتدعيما للنص الدستوري فضلا عن أعمال مقتضى الآية سالفة الذكر. فقد حدد القانون العقوبات مجموعة من الأفعال التي إذا أتاها الشخص أو اقتربها يؤلم ويعاقب بالعقوبات المقررة لكل فعل. وحيث أن المشك في حقه أصبح اسمه معروف للعامة بعد ظهوره في برامج قناة الحياة الفضائية التبشيرية في 2013 والتي تعمل على انتقاد الدين الإسلامي ورسوله بأسلوب يعتبره المسلوب أسلوبا تهجميا غير لائق، وأثار الكثير من الجدل، ولم يرضى الكثير من الأشخاص الكثيرين بذلك، مما أدى إلى تناول موضوعا في بعض البرامج الاجتماعية، وتم إيقاف برامجه على قناة الحياة التبشيرية في يوليو 2010. وأبلغت منظمة جويس ماير التبشيرية، وهي منظمة تبشيرية أمريكية تعمل بالشراكة مع قناة الحياة، وأبلغت قناة البي بي سي العربية أنها ستوقف بث برامج زكريا بطرس في رسالة جاء نصها. وسيط المنظمة بالشرق الأوسط أبلغ بأن قناة الحياة التبشيرية قد قررت التوقف عن بث برامج القنبلة زكريا بطرس، وأن هذا الشهر هو الأخير لبرامجه على شاشة القناة. وجاءت رسالة منظمة جويس ماير إلى تلفزيون بي بي سي عربي في إطار إعداد القناة لفيلم وثائقي عن المتضررين في العالم العربي ضمن سلسلة برنامج ما لا يقال الوثائقية. وقد سعي فريق البرنامج إلى لقاء المسؤولين في قناة الحياة التي تعمل في سرية تامة، وتحيط العاملين بها بإجراءات أمنية مشددة ليستفسر منها عن تفاصيل أسباب إيقاف برامج زكريا بطرس، غير أن الرد على كل محاولات الفريق كان يقابل بالرفض من قبل المسؤولين عن القناة، متحججين بأن ذلك يعود لأسباب أمنية. ومن ثم توجه فريق من البرنامج إلى منظمة جويس ماير لعلاقة الشراكة الموجودة بينها وبين قناة الحياة التبشيرية، لكنها رفضت بدورها. وأطلق في إبريل 2011 قناة جديدة خاصة باسم الفادي تبس من أمريكا. شاب مسيحي يقول لا فرق بين مسيحي ومسلم، وفوت الوقيعة على هذا زكريا بطرس. ماذا قال هذا الشاب؟
ازمه جديده اصرها القمص زكريا بطرس تهدد فتنه طائفيه، اذ ظهر زكريا بطرس في فيديو يهاجم رسول الاسلام وزعم في كلامه ان المسلمين يكتشفون يوميا اخطاء للرسول، وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. استصدر هاشتاج عاقبه زكريا بطرس على مواقع التواصل الاجتماعي. ورد الشاب المسيحي مينا صلاح على صفحته فيسبوك في نقاط توضيحية على المدعي زكريا بطرس، مرتزق يقيم خارج مصر منذ سنوات طويلة بالولايات المتحدة الأمريكية، لا داعي للشتيمة والإهانة. يتخذ من إحدى الشاشات مثيرا أو منبرا لبث السموم والوقيعة وإهانة الإسلام والإفتراء عليه بالأكاذيب، وهو ما ترفضه الكنيسة. نعم، الكنيسة ترفض تكريح أي شخص لا يصرح له بالخدمة في برايتون جنوب لندن في إنجلترا، مشروح من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يعني مرفوض أي مقال ليس عضوا حاليا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غير مسموح له بممارسة أي نشاطات كنسية، ليس مسموحا بأي أخذ الاعترافات أو ممارسة أي من الأسرار المقدسة حسب قرارات قداسة البابا شنود الثالث والمجمع المقدس. محظورة لقاءاته ومؤلفاته. الرد الزي الذي يظهر به خاص برجال الدين، وهو يعتبر ليس رجل دين، وبذلك عنه هو منتحل صفته كاهن. مرارا وتكرارا أكدت الكنيسة رفضها القاطع لما يقدمه، وحذرت الدوائر الداخلية بالكنائس من مشاهداته ومتابعاته، وباسم جموع الأقباط نرفض إهانة رسول الإسلام رفضا تاما لا مساس بالكتب السماوية والأديان والأنبياء. والله إن المسلمين في وطننا أقرب الأقربون لنا ولقلوبنا. كل الاحترام لكل أحبائنا وأهلنا وأخواتنا المسلمين وأصحابنا، تربينا معا سويا وكبرنا سويا، تعلمنا وعملنا وتوحدت مبادئنا وأفكارنا، وتقاسمنا خبزنا وفرحنا وحزننا، وما تألمنا ما بعد، ونجحنا وكسبنا. لا فرق بين مسيحي ومسلم. وفوتوا الوقيع على زكريا بطرس. هذا كل ما يقال، ولكن نعلم جيدا أن هناك أشخاص يحاولون كل المحاولات الوقوع بيننا وبينها، كما رأينا من قبل ما هم الإخوان والسلفيين وما هم الداعشين. عدو الإسلام زكريا بطرس شاذ جنسيا، هذا ما قيل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. من الأفعال الأنفال 36، عفوا إن كنت لم أعرفك. وقال عز وجل ومن أظلم. المهم، أكد الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج آخر النهار على فضائية قناة النهار أن القمص زكريا نأسف لهذا القول، وذلك عبر وثيقة نشرها. وترجع الوثيقة لعام 2002، حيث أرسلت الكنيسة أستراليا إلى الكنيسة المصرية تقول أن المواطنة فاتن عدل خير في ولاية رايتون تشكو القمص زكريا بطرس بأنه تحرش بنجلها جورج يوسف اسكندر، حيث يده على أماكن حساسة بجسمه وضغط عليها بشدة، وأوضحت أن المواطنة كانت ستبلغ الشرطة الأسترالية بهذا الموضوع، لكنهم أقنعوها بعدم فعل ذلك لأن هذا الموضوع سيكون فضيحة للكنيسة المصرية. أقوال غير صحيحة وغير ومنقولة بالخطأ أكيد 100%. الوثيقة الكنسية تؤكد هذا الكلام، لم تؤكد هذا الكلام، والتي فيها يشتكي أسقف أستراليا الأنبا دانيال من هذا الشخص لم تؤكد هذا الكلام. التحرش بطفل في برايتون حيث قام بوضع يده على إحدى المناطق الحساسة بجسمه وضغط عليها، لم نؤكد هذا الكلام. جلب عاهرة تمارس الرذيلة داخل الكنيسة ويأخذ منها مقابل المادي، كل هذا كلام مشوش، كل هذا كلام لا ليس له صدق، كل هذا كلام ليس له أي تأكيد، ولكن الكل يبحث عن فضائح للكاهن زكريا بطرس. حقيقة الأمر، الأمر الذي أصبح فيه مذلة وذلة. أحبائي وأعزائي، أشكركم على كل محبتكم وعلى كل ما كناه لكم.
أنا في خدمتكم دائما ومستعدة لكل الاستعداد أن أقابل الإهانة، أن أقابل الشتيمة. صاحب النيابة الحبر الجليل الأنبا بشوي مطران دمياط وسكرتير المجمع المقدس ورئيس دير العفيفة الشهيدة دميالا، فقد اشتكى في 10/5/99 جاءني شكوى من فاتن عدلي خيري من شعب كنيسة الأنبا إبراهام ببرايتون تشكو فيها من اعتداء القمص زكريا على ابنتها في 28/2001. أبلغ أحد المخلصين من شعب كنيسة الأنبا إبراهام بأن القمص زكريا أتى بفتاة من أصول أسيوية وأخذها في أحد الغرف الملحقة بالكنيسة. لم نؤكد هذا الكلام، فضائح أسرته التي تجلب، لم نؤكد هذا الكلام، ولكن ليس دفاعا عن الأب المحترم أبونا زكريا بطرس الأب المبجل، ولكن أن إخوتنا المسلمين لهم كل الاحترام، لهم كل الحب، لهم كل الأشتياق، لأننا من أب واحد أبونا آدم وأم واحدة أمنا حواء. انتظر وانظر إلى أصابعك، لن تجدوا صابع مثل الآخر. الله خلقنا مختلفين لنكمل بعضنا، الله خلق عقولنا مختلفة من أجل أن نكمل بعضنا. خلق الضعيف وخلق القوي، خلق الذي يبصر وخلق الذي أعمى، خلق المفكر وخلق الجاهل، خلق الطبيب وخلق الجاهل، وخلق كل إنسان مختلف لنكمل بعضنا. شكرا أحبائي وأعزائي، مع اعتذاري لكل إخوتنا المسلمين إن كان هناك أي تشوه أو يدين أي شخص مسلم، لأنني أعتز بهم، أعتز بصدقتي وبإخوتي لهم. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم كل الخير والسلام، وسلام الرب يكون معكم، آمين. مساء الخير أحبائي وأعزائي. العجيب وما العجب ما فعلته فينا مع القس زكريا بطرس. زكريا بطرس هو قمص قبطي مسيحي أرثوذكس، ولد في عام 1934 واترشم في شبين القوم، وتم نقله إلى طنطا، ثم رجع إلى كنيسة ماري مرقس في القاهرة، وعمل كاهنا في أستراليا سنة 92، ثم عاد إلى مصر، ثم عاد بإنجلترا واشتغل في إنجلترا، ودرس في كلية الأداب وحصل منها على ليسانس التاريخ، أثر في تكوين شخصيته واتجاهه. ورث عن أخيه إنجيله الذي أصبح إنجيل بطرس فيما بعد. أعطته مجلة وورلد جائزة دانيال العام عن برنامجه حوار الحق سنة 2008. وصفته صحيفة الإنسان الجديد بعدو الدين الإسلامي رقم واحد، كما وضع تنظيم القاعدة مكافأة بحوالي 60 مليون دولار لمن يقتله. بطرس زكريا أو زكريا بطرس يطلق باسم فايز بطرس 24 أكتوبر سنة 34 اتولد بكفر الدوار محافظة البحيرة مصر، إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، الجنسية مصري، الديانة مسيحي قبطي أرثوذكس، المهنة قمص، اللغة الأم لهجة مصرية، اللغات هي العربية والإنجليزية. أصبح اسمه معروف للعامة بعد ظهوره في برنامج أو برامج لقناة الحياة الفضائية التبشيرية سنة 2003، والتي تعمل على انتقاد الدين الإسلامي ورسول الإسلام بأسلوب يعتبره المسلمون أسلوبا تهجميا غير لائق، أثار الكثير من الجدل، ولم يرضى كثير من المسلمين، مما أدى إلى تناول موضوعها في بعض البرامج الاجتماعية، كما حظيت باهتمام
وتغطيه من قنوات عالميه. وفي يوليو من العام 2010 ابلغت منظمه جويس ماير التبشيريه، وهي منظمه تبشيريه امريكيه تعمل بالشراكه مع قناه الحياه، التي ابلغت قناه البي بي سي عربي انها ستوقف بث برامج زكريا بطرس، في رساله جاء فيها ان وسط المنظمه في الشرق الاوسط ابلغ بان قناه الحياه التبشيريه قد قرر التوقف عن بث برامج القمص زكريا بطرس، وان هذا الشهر هو الاخير لبرامجه على شاشه القناه. جاءت رسالة منظمة جويس ماير إلى تلفزيون البي بي سي عربي في إطار إعداد القناة بفيلم وثائقي عن المتنصرين في العالم العربي ضمن سلسلة برنامج ما لا يقال الوثائقية، وقد سمي فريق البرنامج إلى لقاء المسؤولين في قناة الحياة التي تعمل في سرية تامة، وتحيط العاملين بها بإجراءات أمنية متشددة ليستفسر منهم عن تفاصيل أسباب إيقاف برامج زكريا بطرس. غير أن الرد على كل محاولات الفريق كان يقابل بالرفض من قبل المسؤولون عن القناة، متحجبين بأن ذلك راجع لأسباب أمنية. ثم توجه فريق عمل البرنامج إلى منظمة جويس ماير لعلاقة الشراكة الموجودة بينها وبين قناة الحياة، ولكنها رفضت بدورها. افتتاحة قناة جديدة، قام في إبريل 2011 بإطلاق قناة جديدة خاصة باسم الفادي تبث بأمريكا الشمالية، وهي تبث الآن في الشرق الأوسط. وردود فعل إخوتنا المسلمين أدى أسلوب القمص إلى خلق سخط عام من قبل إخواننا المسلمين وكثير من المسيحيين، مما حدا بعض الأساقفة إلى التحذير منه. وفي تصريح للبابا شنودة بأن أسلوب زكريا بطرس غير مرضي، وأن مشاكله لا تتعلق بالهجوم على الإسلام وحسب، وإنما بمفهوم للخلاص واعتقاده بالخلاص في لحظة. الردود والمناظرات أدى أسلوب القمص في حوار آخر إلى عرض مجموعة من المثقفين وطلبة العلم المسلمين الرد على القمص زكريا، وآخرين قرروا أن يتجاهلوا. وكان أبرز من قام بالرد عليه الكاتب المصري أبو إسلام أحمد عبد الله والدكتور إبراهيم عوض ومصطفى الثابت ومحمود القاعود والدكتور عبد الله البدير أو البدر كما ادعى بعض هؤلاء القمص إلى مناظرة مفتوحة في مكان محايد كالإذاعة أو التلفزيون أو بالتوك، ومنهم الشيخ وسام عبد الله وخالد الجندي الذي يتهم زكريا بطرس بالتهرب من المناظرة، مما جعله يصرخ في حوار له مع العربية إنه مستعدا لهذه المناظرة على أن تكون في مصر. رفض بطرس بعض المناظرات. قام أبو إسلام أحمد عبد الله بدعوة زكريا بطرس لمناظرة على أن تكون في مصر، وأن لا يخطئ بطرس في حق الإسلام، إلا أنه رفض مبررا ذلك لأسباب أمنية. مطالبات بإسقاط جنسية، قام المحامي المصري نبيه الوحش بتقديم إنذار لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ورئيس الداخلية السابق حبيب العدلي والبابا شنودة، مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن زكريا بطرس لإخلال بطرس من استقرار وأمن مصر في الداخل والخارج، واعتبر أن إهانة الإسلام كالخيانة العظمى، وقال إنه إذا لم يتهم تنفيذ ما جاء في الإنذار سيقوم باللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية.
طلبات للقبض عن طريق الانتربول، قاد محامي مصري رئيس الجمهورية وزير الخارجية والداخلية والإعلام النائب العام لعدم التحرك لمواجهة زكريا بطرس، مطالبا رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة التي تصدر منها بث قناته، وطرد سفير هذه الدولة من مصر وسحب السفير المصري منها. وطالب وزير الداخلية السابق حبيب العدلي بتكليف الانتربول الدولي بالقبض على بطرس وترحيله إلى مصر لمحاكمته، كما طالب وزير الإعلام السابق أنس البلي أن يصدر أمر بمنع بث قناته. سابقا قام 4 محامين بالمطالبة بنفس الشيء دعوات لقتله. دعا تنظيم القاعدة إلى قتل زكريا بطرس واضعا على رأسه 60 مليون دولار. فيينا كان سيقوم محاضرة في فيينا يوم 6 مايو 2010، لكن ألغي المؤتمر بعد أن وصلت تهديدات إسلامية كثيرة بالعنف. هذه المحاضرة كانت من المفترض أن يكون أول ظهور عام له في أوروبا. سابقا رصدت القاعدة مبلغ قدره 60 مليون دولار لمن يقتله. أحبائي وأعزائي، لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين، ولنا كل السلام لكل إخواتنا المسلمين، وإن شاء الله تكون علاقتنا علاقة جيدة وعلاقة محبة. أشكركم على كل شيء، وربنا يا رب يتمجد ويكون كله في سلام وخير.